مشاهدينا الكرام، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله مع مرت خالي غنصوبوا الشفنج. بالنسبة للمقادير اللي كتحتاج هما القمح الفينو تقريبا واحد نص كيلو، الفورس جوج زليف تاع الفورس، الملحة سنيدة على حسب الطوق، واحد خميرة ديال الحلوة، وكذلك خميرة العادية والمدافي. اذا غنبداو على بركة الله. ناخدو كسا نديرو فيها الدقيق، ثم نضيفو القمح والملحة، جوج معالق صغار ديال سنيده، واحد خميره، ثم نضيفو شويه ديال الخميره تاع الدار، وبيضه عتاد ما قلناش في المقادير، بيضه واحده، ونخلطوا جيدا هاد المكونات. عاد نضيفوا المدافي، الماء ما يكونش سخون بزاف وما يكونش بارد بزاف، نخلط. خلطوا جيدا، الماء على حسب الخليط، خاص تكون العجينة شوية خفيفة ياك تيتجمع تيتجمعنا. ما غادي لكم مزيان، ما تزيدش في الماء شويه. اذا غندير لكم العجين جيدا واحد 5 دقائق، ديروا بالميكا ونغطيو بالميكا يخمر مزيان، نغطيو بكيس بلاستيكي نخليو وصلنا ان شاء الله. تتولي عجينة لينة خفيفة كما كتشوفو، عجينة خفيفة. تبارك الله عليك عايشة. أمين. الله يوفقك. تبارك الله عليك. شتيها مزيان هكا. هاهي شوف. هاهي عجينة خفيفة. مازال غنديرو في الميكا باش يت. إذا أعزائي المشاهدين، بعد ما تلكوه جيدا ديروه في كيس بلاستيكي وخليوه شوية يخمر شوية. إذن كما كتشوفوا نغطيو في الماء المونتير ونخليو بهاد الطريقة شي شوية دقيقة. شحال تقريبا باش نكرشو؟ شي وحدة دقيقة باش نكرشو. إيه واخا، باش نوريك الطريقة كيفاش. إذن بعد مرور واحد 2 دقائق ولا 3 على ما ترتاح لينا العجينة، دابا نبداو كنكرشو. ها
ما عنديش ما تبات نديرو مع شكل كويرات ما تبات كما كتشوفوا كويرات متوسطين الحجم متوسطين اخذوها لي انا لوحدي انا. اذا اعزائي المشاهدين كما كتشوفوا الشفنجه كتكرس على هذا الشكل دوائر الكاس ها هي دابا الشكل ديالو بحال البانية نعاودو معكم وحده اخرى اذا المشاهدين الكرام كما كتشوفوا احنا كملنا البنيه كاملين غنغطيوهم ونخليهم يخمروا ان شاء الله ومن بعد نسخنوا الزيت باش نقليهم بقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد ما خمر شويه الضعف الحجم ديالو دابا درنا المقله تسخن وغنبداو نقليو ان شاء الله في البنيه. اذا كما كتشوفوا الزيت سخون ها هو بدا كيتنفخ نقلبو غير يتنفخ شوية نقلبو وهاي بدا كيتغير اللون ديالها تقلب صافي ونستقطروها ونحيدوها نحطوها في إذا نديرو وحدة أخرى معكم وهي كتبدا تنفخ شوية كنقلبوها إذن بقاو معنا أعزائي المشاهدين نكملوا هاد البنية كاملين ونوريكم الطبق القديم إن شاء الله. والآن مشاهدينا الكرام غنبداو كنطيبو دوك الصغيورين لي ديجا حيدنا بالكاس كما كتشوفو كيتنفخو دغيا تواكرا دغيا كيطيبو وحدو معاهم باش ما يتحرقوش ليكم هي هانتوما كما كتشوفوهم طاير لهم ديالهم صافي هما طابو نحيدوهم ونستقطرو سيداتي وسادتي كما كتشوفوا هما لي بنيه واجدين كنقدموهم لكم بالصحه والراحه ودايرين التوصيل ديال سنيده وكذلك العسل اللي بغى يدير سنيده كيجيو رائعين وخفاف بحال ديال الصنقه. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم وما تنساوش ديرونا لايك كذلك تعليقات مع الاشتراك وتفعيل الجرس والى اللقاء اعزائي المشاهدين تلقوا فيديو جديد ان شاء الله دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.